شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ايه انسب وقت تسافر في دبي عشان تدور على شغل؟ وليه اللغه الانجليزيه مهمه جدا هنا في دبي؟ في الفيديو ده هرد لكم على السؤالين دول. يلا بينا. ورجعنا لكم مرة تانية، معاكم قادر عزت، وفي الفيديو ده هرد لكم على السؤالين اتسألوا له أكتر من مرة. إيه أنسب وقت تسافر فيه الإمارات بحيث إن أنت تدور على شغل أو تتفسح؟ وليه طالما الإمارات دولة عربية يبقى لازم إحنا نتكلم إنجليزي فيها؟ ليه يعني؟ مبدئياً قبل ما أبدأ أتكلم، طالما كده ربنا كتب إن أنت تشوفني حالاً أهوت، يبقى تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك أي تعليق في نهاية الفيديو يبقى اكتبه لي تحت في التعليقات. أحسن شهور تسافر لها هو شهور الشتاء، اللي هي بتبدأ من أول شهر أكتوبر لحد شهر مارس، لأسباب كتير قوي. بقى أنا اخترت المعدة بالذات. أول حاجة الجو ما بيكونش حر، فبتقدر تاخد نفسك وتنزل تدور على شغل بنفسك، وبرضه ضروري إنك تبعد على الأونلاين، يعني ضروري إنك تدور على شغل أونلاين. فبالنسبة للتوقيت ده اللي هو من أكتوبر لحد شهر مارس، ده أحسن توقيت تدور فيه على شغل لسبب نزول درجة الحرارة شوية، وللسبب التاني إن وقتها بيكون داخلين على رأس السنة الجديدة فبيعوزوا موظفين كتير. ده الرد على أول سؤال اللي هو أحسن وقت مناسب تقدر تشتغل فيه في دبي أو تنزل دبي تدور فيه على شغل. ندخل بقى على السبب التاني. انا حاليا قاعد في ماكدونالدز، وعشان اطلب ماكدونالدز لازم اتكلم انجليزي، لان كل اللي شغالين هنا بيكونوا يا اما من الهند، من الفلبين، من باكستان، من جنسيات مختلفه، فلازم تستخدم معاهم اللغه الانجليزيه. مش هتعرف تتعامل هنا الا باللغه الانجليزيه. مديرك في الشغل هيبقى ممكن يكون مش عربي، وحتى لو عربي هيكلمك انجليزي، فلازم تتعلم الانجليزي بحيث ان انت تقدر تيجي تشتغل في دبي، ولازم في دبي تتكلم انجليزي. فزي ما قلت، بالنسبه للسفر اللي عايز يجي دبي، احسن وقت ليك بيكون في الشتاء من شهر اكتوبر لحد شهر مارس. الجو بيكون فيه كويس، درجه الحراره بتكون مش عاليه، تقدر تاخد نفسك تنزل تدور على شغل بنفسك، تقدر تروح المقابلات. وليه لازم نستخدم اللغه الانجليزيه هنا؟ زي ما قلت لكم، البلد هنا مليانه جنسيات مختلفه، مديرينك، زمايلك في الشغل، اذا ربنا كرمك بشغل، لما تروح تشتري حاجه، لما تروح تخلص معاملات، كله لازم يكون باللغه الانجليزيه. ومش شرط ان انت تتكلم اللغه الانجليزي البرفكت كانك راجع من امريكا، لا، اتكلم الانجليزي العادي بتاعك المصري، ثانك يو فيري ماتش، مش مشكله لما انت تتكلم كده، اوعى تتحرك من كده. تعال شوف الهنود هنا بيتكلموا ازاي، شوف الطلاينة الاكسنت بتاعتهم في الانجليزي عامله ازاي، خليك فخور انت كمان بالاكسنت بتاعتك، ما تقعدش انت تتضايق تقول ده انا مش عارف اطلع كلمات صح من بقي. لا، مين فينا بيطلع كلمات صح؟ طول ما انت ما اتولدتش في امريكا او في انجلترا او ما دخلتش مدارس اجنبيه، عمرك ما هتعرف تتكلم الانجليزي البرفكت. فما تتحركش، اتكلم بالطريقه اللي انت اتعلمت بيها عادي. السؤالين دول جانوا كتير جدا، فحبيت ان انا اجاوب عليهم في فيديو مخصوص.